من إعصار إلى زلزال، من المغرب إلى ليبيا، ليث بزاري كان حاضر في الخطوط الأمامية. قبلها بسنة كان في أوكرانيا. نعم، ولكن طبعا اختلفت الظروف وحدثت هذه الكارثة. كواليس وقصص إنسانية، أكثر اللحظات التي لا تنسى هي مطبوعة بالذاكرة، وليث عاد إلينا. ليث، ما زالت آثار الزلزال الذي ضرب هذه المدينة، مدينة مراكش، واضحة جلية في هذا المكان. ويعني الوضع ما زال يزداد سوءا للأسف، ولكن الواقع مختلف تماما. من ساحة جامع لفنا هنا في مراكش لقناتي العربية والحدث، ليث بزاري. من هنا بدأت الكارثة، من هنا مر إعصار دنيا. لكن إذا نظرنا في الصورة من هذه الجهة نشاهد حجم الدمار هنا على الشاطئ. لم تعتد هذه المنطقة أن تعيش هذه الأنواع من الأعاصير. ليث بزاري، درنا، ليبيا. في الاستديو انضم إلينا مراسل صباح العربية ليث بزاري. ليث، أهلا بك. الحمد لله على السلامة. شكرا. يعني قبل شوي أنا كنا نتحدث أنا وأنت كثيرا عن هذه المواضيع، لكن يعني تركت المغرب رحت إلى ليبيا، اليوم ساحة لفنا ربما عادت الحياة إليها بشكل جديد. خليني أتكلم بهذا الصباح أنه تحت كل ذلك الرقام في أمل، في أمل للعثور على ناجين، في قصص ما تحدثت عنها ولم تروى. نعم. أعطيني هذا الأمل في الصباح. يعني عادل، كنت أفكر قبل أن الحروب هي أكثر شيء بيأثر على الإنسان ويفتك في البشرية، ولكن بعد ما نشوف هالكوارث الطبيعية وما تركت خلفها من ركام، من جثث، من منكوبين، بشدد على المنكوبين، لأنه محمود درويش بيقول الذي يعاني الذي العاش ولا ليس المات الميت. فهون المصيبة الأكبر اللي شاهدناها. على كل حال، إذا تحدثنا في البداية عن المغرب، كنت من أول الواصلين لتغطية هذا الزلزال في هذا البلد الجميل، خصوصا منطقة مراكش. وأنت تعرف مراكش جيدا. صحيح. ولكن هذا الوجه لمراكش ما توقعت إنه يوم من الأيام رح نشوف هذه الأشياء في المغرب، خصوصا في مراكش. يعني الزلزال حدث مؤخرا في المغرب، حدث في الحسيمة، حدث في أكادير في ستينيات القرن الماضي. مزبوط. ولكن الذي حدث في المغرب هو مخيف. يعني تخيلوا، أثناء التغطية حاولنا نوصل إلى بؤرة الزلزال في مناطق، إن كانت الحوز في إقليم الحوز أو تارودانت، لم يكن سهلا، لأنه بكل بساطة هي مناطق جبلية. وأول ما مرينا بهذه المنطقة كنت أشوف جبال بيرو، لأنه هي نفس الطرق الصعبة. يعني هي عبارة عن هي طرق قديمة صعبة وجبلية ومقطوعة زيادة، وخصوصا إنها قديمة، بنيت أيام الانتداب الفرنسي. ولذلك كان الوصول إليهم، أقول صعب، إليهم صعب، ليس سهلا. يعني ما بنسى هذا الرجال اللي كان اسمه بدر، قال لي، شافنا على المباشر، فجاء وطلب مني رجاء تعالوا على قريتي. هو إجا مشا على الأقدام. قلت له كيف وضع أهلك؟ قال ما بعرف عنهم شيء، بعرف إنه في قريتنا في هذا الجبل ولم يصلها أحد، لأنه بكل بساطة لا يوجد طرق، وهي طرق وعرة. وكنا نشوف المروحيات التي تحلق في سماء هذه المنطقة المنكوبة. أكيد كانت تجربة ما هي سهلة، وخصوصا أنه إحنا كمشاهدين ومتلقين بنشوف دقائق معدودة، ولكن صحيح. في معاناة وصعوبات، ويمكن في حاجات إنسانية كثير قد أبكتكم وأثرت فيكم كثير ليث. وأكيد إحنا نقدر عملكم الصحفي وهذه التغطيات الخطرة واللي مليئة بالمخاطر، واللي كمان مليئة بالمشاعر، خلينا نقول. صحيح. أيضا يعني من بعض الأشياء اللي تأثرت كانت مياه الآبار الملوثة. خلينا نشوف هذا المشهد. هذه المياه التي نشاهد هنا
هي مياه آبار متلوثة أو ملوثة. تقوم قوات التنظيف والإنقاذ بإفراغ الآبار من مياهها حتى يتم إعادة ترميم تلك الآبار لكي تكون المياه غير ملوثة وصالحة للشرب مرة أخرى، طبعاً إذا تم تنظيف هذه المدينة بشكل كامل. طبعاً الأولوية الآن إلى نشل الجثث، وإذا كان هناك مفقودين. هدف درنا في ليبيا، إيش قصة هذه المياه اللي بيكبوها على البحر؟ هذه المياه ملوثة من الآبار؟ مياه يعني إحنا وصلنا هون بالصدفة على فكرة. كنا نبحث عن من ينشل الجثث ويقوموا بإبعادها عن البؤرة، عن المكان المنكوب، خوفا من الأمراض والبكتيريا. وإذا بهذا المشهد، هذه المياه التي يتم ضخها أو سحبها من المدينة، من المنطقة المنكوبة، لكي تكون بعيدة عن المناطق السكنية أو مناطق رجال الإنقاذ والمسعفين. ولكن لا ننسى بهذه الصورة أن في المياه في شاطئ درنا يوجد الكثير من الجثث الذين سحبتهم المياه مياه السد وغرقوا في هذه المياه. من هذه النقطة وصلت أيضا إلى السد، وطرح حديث طويل عريض حول السد ومسؤوليات السد. من ربما كان المسؤول عن انهيار هذا السد؟ خلينا نشوف الصور. يلا هذه وصلت إلى هذه النقطة. ها خلينا نشوف ما هو هذا السد، كيف كان هذا السد. شوفوا، تخيلوا أنه كانت هون أطنار من المياه، كانت بعد ما تفجر السد وصل ارتفاع المياه 40 متراً. متخيل إنه متخيلين قديه المياه كانت عالية، ولكن يعني هاي تقريبا أكثر من 3 طوابق. أكثر أكثر. ولكن أكثر شيء إنساني أثر علي وما بنسى تعاضد وتآزر الشعب الليبي مع مناطق من الساكنين دارنا ومعنا. رحنا أنا وباسل، باسل العالي، كنا رحنا نشتري خبز مرة في الكوشة، وهو الفرن في اللهجة الليبية. طوابير ناس، ما في غير فرنين بالبلد. ولما وصل دورنا قال انتوا جاي من وين؟ قلنا له احنا جايين طاقم العربيه بنصور. قال لا ما تدفعوا فلوس. يا الله. شوف يعني شوف الحلو كيف انه عز الازمات كيف كنا كيف كان الوضع، وكانوا كثير اشياء كثير شفناها كيف كانوا يتآزروا مع الموجودين. طبعا احنا كنا في مقر عسكري، كنا في مقر كان مصرف فتحول الى مقر عسكري وكنا ننام فيه. مش بس احنا العربيه، كان CNN وكان في قنوات ثانيه، وكنا يعني ننام ساعات قليله ونحاول بقدر الإمكان نكون نرصد ما يحدث لنقله إلى مشاهدة. هذه هي رسالة الإعلام السامية، تسخير الإعلام لخدمة الإنسانية، وهذا اللي كان دوركم أنتم كصحفيين ومراسلين. ما قصرتوا وقمتوا بهذه التغطية ووريتونا الصورة الحقيقية للمعاناة هناك. يعني صحيح. شكرا لك ليث، يديك العافية، شكرا لتواجدك اليوم معنا. شكرا. ابن أو المرأة بجوج، ابنك وزوجته؟ مشوا بجوج. فقدتوا ابنك؟ فقدتهم البارح. فين هم؟ فقدتهم البارح، هم في الروضة. الله يرحمهم. الله يرحمهم. الله يغفر ولكن لهم. أين كانوا يقتنون؟ أي كان؟ هذا المكان، هذا في هذا البيت. ولكن أين كنت وقت الزلزال؟ أنت كنت؟ أنا سائق سيارة الإسعاف، أنا خدام. أنت سائق؟ أنا في مراكش. نحن هنا في الطريق من مراكش أو المدينة الحمراء مراكش عاصمة المنطقة إلى إقليم تروتاند، ولكن استوقفتني هذه القرية التي كما نشاهد بعض بيوتها دمرت بسبب هذا الزلزال، ومن ثم قام سكانها طبعا بالهروب في ساعات الفجر أو في ساعات الليل المتأخر. وكما نشاهد كانت هذه الغرفة عبارة عن مطبخ هذا البيت، وبعد ذلك تم إخلاء ما يمكن إخلاؤه من هذا البيت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.